اللي يجرحك اللي يجرحك او يكسر قلبك او يخونك دوسه برجلك. اقل حاجه ممكن تعملها دوسه برجلك. اللي هيحترمك قول له اهلا وسهلا، واللي مش هيحترمك بالسلامه. يعني في واحد من الاصدقاء اعرفه من سنين، من كثرة وسخته والاستفزازات بتاعه خلاني اعمل له بلوك. لا تقول لي ازيك يا عزوز ولا اي حاجه، كله سخط له حدوده وله احترامه وله ادبه. هتتعدى فوق الحدود والله هدوسك تحت رجله. الاحترام حلو، جرب وشوف الاحترام بيعمل ايه. انا اخصائي نفسي بقول الاحترام حلو، اللي يهزر يهزر بالحدود، اللي يضحك يضحك بالحدود، قول كلام يفرح. لكن هتستفز وتستعبط وتستهبل، يبقى دي حاجه مش كويسه. لازم تتعامل مع الشخص اللي قدامك وتختبره. اشتركوا في القناه واعملوا لايكات مع التعليقات الحلوه مع تفعيل الجرس.